ايه رايكم؟ ايه تمام كده؟ يا سلام، ده كده جميل قوي يا وديع يا حبيبي يا اخويا. بقول لك يا وديع والنبي، الترابيزه ديت عايزه تتمسح والاطباق دي عايزه تتغسل. فعلا هي الترابيزه شكلها مطرب والاطباق وسخه فعلا. طب والكوبري كمان عايز الكنس. وسخ. طب ايه رايك بقى لو تنظف انت الترابيزه عقبال ما نكنس الكوبري؟ طب اشمعنى انا اللي انظف يعني؟ اشمعنى انا اللي انظف الترابيزه اللي ما مسختهاش عشان انظفها؟ طب تعالى انت اعمل الكوبري. ما مسختش حاجه، انا قاعد في مكاني ما عملتش حاجه. يعني محدش هيعمل معايا حاجه؟ محدش فيكم هيعمل معايا حاجه خالص؟ انا اعمل ليه؟ انا ما عملتش حاجه اصلا. انا اكتر حاجه ممكن اعملها ان انا اغسل حاجتي. انا ما اعملش حاجه انا اصلا. وبعدين ما عندك ربيع هم هو قاعد ما يعمل هو اي حاجه اصلا. لا لا لا، ماسك الموبايل ما بيعملش حاجه من الصبح اصلا. ايه ده؟ بقول لك ايه، انت تخليك في حالك وانا خليني في حالي، مالكش دعوه بيا. شوف بيكلم اخوك كبير ازاي؟ انا عيب عليك ما تكلمش اخوك كبير كده. انت بتشوح لي كمان؟ ده بيشوح لي، ينفع؟ صدق عيب، عيب يا نغه بتشوح لاخوك. بقول لك ايه، انت تخليك في حالك احسن لك. كمان احسن لي؟ طب ما تيجي تضربني. ما لا اضربني، اضربني اضرب. ايوه اضرب. اضربني اضرب اضرب اضرب. ايوه اضرب. انت بتمسك القميص؟ تضربني ولا تضربني؟ طب ما الاثنين هما نفس الاختيار. نفس الاختيار؟ انت بتمسك القميص في اخوك؟ ايوه. انت عايز تضربني يعني يا نغه؟ كبرت خلاص؟ ما تقولش يا نغه. برضه تاني؟ بقول لك ما تقولش يا نغه. تاني؟ ما تصلوا على النبي بقى يا جماعه. الله صلى الله عليه وسلم. حاج ايه هتضربوا بعض قدامي يعني؟ ده لسه ماسك القميص. بص انا مش هسيبك الا لما تسحب كلمه نغه دي. ماشي ماشي. انا مش هسحب حاجه. ماشي. انتوا بتعملوا الفيلم ده عشان ما حدش يجي يساعدني يعني. لا 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 يا اخويا وديع يا حبيبي، ما تقولش كده. ما سمعتش. انا ما سمعتش. انت قلت له اقف. ايه ما سمعتش؟ انا بقول لك اقف زي ما تقفش. انا اسف معلش. طيب بس يا فيروز، عشان هم عملوا الفيلم ده كله اصلا عشان ما حدش يساعدني في حاجه. لا 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 لا، ما تقولش كده وديع يا حبيبي. ازاي ما نساعدكش يعني؟ عيب الكلام اللي انت بتقوله ده. طب اتفضل اكنس الكوبري. انا عارف انا مش هعرف اكنس الكوبري وما بعرفش اكنس اساسا. وبعدين يعني هوسخ نفسي واوسخ الدنيا. اكنس انت الكوبري وانا يا جماعه في ضيوف جايين لي دلوقتي. ايوه عايزين البيت يبقى نظيف. لا لا لا، الضيوف فعلا على وصول، وعشان كده بقول لك اكنس انت الكوبري على ما انا اخلص الجيم ده. انا ممكن اساعدك وان انا اغسل الطبق بتاعي اللي انا اكلت فيه وخلاص، يبقى انا كده عملت كل حاجه يعني. يا جماعه ما ينفعش كده، الضيوف زمانهم على وصول. ما ينفعش نحلف الا من غير الله. حاضر حاضر ماشي. انا مشهد. تعالي يا بنتي، تعالي تعالي يا بنتي، تعالي هنا، تعالي تعالي. اهلا 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 اهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عنتور؟ ازيك يا سفرود؟ الحمد لله رب العالمين. اهلا وسهلا، شرفت ونورت والله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا. انت شكلك كده عزلان متضايق كده وزحين شوية. قصده قصده يعني يقول لك زعلان والتانية زحين، دي يعني حزين حزين. ازيك ازيك؟ والله الحمد لله يا رب دايما بخير. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ شكله لسه زحين. هو إيه انت ايه مشكلتك؟ المشكلة اللي انت كنت قلت لي عليها قبل كده؟ ما انا قلت لكم على المشكلة اللي انا بعاني منها وجايبكم النهاردة مخصوص عشان نشوف حل ليها. اللي هي اخواتك؟ ايوه. طيب خلاص، عموما مش مشكله لازم نحلها بعد كده ان شاء الله. وشكرا جزيلا على مجهودك الخرافي. والله يا عنتور مش عارف اقول لك ايه. انا بعمل كل حاجه لوحدي. ما تقولش. كل حاجه بعملها لوحدي في البيت. وديع يقول لك انا اصلي ما بعملش غير حاجتي انا بس، انظف الطبق بتاعي بس واغسل المعلقه بتاعتي انا بس. وربيع ما وراهوش حاجه غير ان هو قاعد على الموبايل، يقول لك انا صغير انا اقدر اعمل حاجه، انا لو عملت حاجه اوسخ نفسي. انا بعاني، انا بعمل كل حاجه لوحدي يا جماعه، انا اللي شايل مسؤوليه كل حاجه. وبعدين انا خايف الاتكاليه اللي هم فيها دي معلش هتبقى ضدهم بعد كده. معلش يا وديع، روق كده وهتتحل ان شاء الله. هتتحل ازاي يا باسم؟ هو لازم يقول لنا ان هو كل مره بيقول معلش وبرده ما فيش مشكله. بس انا فعلا كل مره بقول معلش واقول انا الكبير وخليها عليك انت يا دي يا وديع، بس في الاخر ما فيش حد بيعمل حاجه معايا. بتقول لنفسك يا دي يا وديع؟ لا لا بت بت بت
انت بتدلع نفسك بقى. لا لا انت مقامك كبير ما تقولش على نفسك. بتهيألي كده احنا لازم نحط خطه عشان نحل المشكله عادي. ايه رايك يا سفرتي، حلوه ولا مش حلوه؟ لا حلو جدا جدا، بس انا الاول قبل ما نحط الخطه عايز اقول حاجه ل وديع. ايوه بديع. ايه بديع؟ بديع. قوم اقف يا بديع وانت بتكلمني لو سمحت. قوم اقف يا ربيع بنت بتكلمني لو سمحت. من اداب الحوار ان حد يكلمك ويوجه لك كلام ان انت تقف عشان خاطر يوجه لك النصيحه. الحلفان بغير الله لا يجوز. ايوه يعني ما ينفعش نقول والنبي، لكن نقدر نقول بالله عليك. ايوه فعلا هو ده اتعلمها النهارده معانا، وعشان كده انا بقول برافو يا وديع، برافو يا ربيع، وانت يا سفرتي فظيع، وانت شنيع، وانت مريع، وانت مريع، وانت رعيع. انا حاسس ان هو هيريح فتره طويله معانا. فيروس جاية اسكتوا. خلاص كده كده كتير. ايه اتفضلوا اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا عشان عايز اقعد مع اصدقائي لوحدنا. اتفضلوا طب اتفضلوا اتفضلوا. اوعى وانت ماشي تتكعبي.